وهنختم معاكم فقرة تويتر من حساب نجمنا المصري محمد صلاح، واللي كتب تغريدة عبر فيها طبعا عن مشاعره بعد توديع منتخبنا لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وقال: حزين جدا لخروجنا المبكر من كأس الأمم الأفريقية، كان نفسنا نكمل المشوار سوا للآخر ونجيب البطولة لجماهيرنا الوفية اللي لازم أشكرها شكر كبير على الدعم المعتاد منهم، وإن شاء الله نتعلم من الأخطاء اللي وقعنا فيها والتوفيق للمنتخب فيما هو قادم.